مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. اليوم معايا واحد السيد اللي عنده واحد المعاناه حقيقيه ديال المرض ديال الخدمه، ما بقاش قادر انه يخدم بسبب الصحه انها قللت، عنده مسؤوليه، عنده وليد، عنده زوجه، هو بغى بحالو بحال الناس بغى يصرف على وليداته، ولكن للاسف الظروف ما خلاتوش. فاليوم غيعاودنا القصه ديالو ويعاودنا المعاناه ديالو، وغنحاولوا نوصلوا النداء ديالو للمحسنين والقلوب الرحيمه. تابعوا معنا. السلام عليكم. السلام. عاشت في الميكروفون. السلام عليكم. السلام. كي داير؟ الحمد لله. عاود لي اخويا القصه ديالك من الاول. القصه اختي دي كنت خدام داكشي ديال البحر، ومن بعد لا داروا شركه فايض وبقيت بارك. شحال وانت خدام في هادشي ديال البحر؟ 12 عام. 12 عام. وشنو السبب انك خرجتي؟ خرجت داروا فايض، الشركه داروا فايض، وبقينا باركين، ما كان ما ناكلو، ما كان والو، الكرا كيتسنى 4 شهور، والدواء ما عنديش باش نشريه. شحال وانت دابا جالس في الخدمه؟ دابا عام. دابا ما حاولتش انك تقلب على خدمه؟ تنقلب ما كنلقاش اختي، تنقلب ما لقيتش والو. نقول لك هذا فات 60 عام ما خدموش، حتى مول السيكوريتي قالوا لي قال لك فات 60 عام ما خدموش. واخا كيفاش دابا وليتي عايش من بعد ما جلستي من الخدمه؟ ايوا عايشين بقدرة الله سبحانه. شكون كيصرف عليكم؟ شكون؟ ايوا المحسنين تيصرفوا علينا، الناس المحسنين هما كيصرفوا علينا. انت يمكن عندك وليد من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ معوق دينين، الولد ديالي معوق ديني، وتنطلبوا من الله المحسنين يتعاونوا معنا، لا في المرض، لا في الدواء، لا في السكن، لا في اللي كيتسنى الكرا، لا اي حاجه. شحال الكرا دابا كيتسالك؟ 4 شهور. دابا 4 شهور. شحال فيها؟ شحال شحال؟ 16000 ريال في الشهر. 16 و16 و16 و16. واش المحسنين تعاونوا معاك اليوم؟ تعاونوا معنا في الكرا، وتعاونوا معنا في المعيشه، وتعاونوا معنا، الله يخلف عليهم، الله يكثر خيرهم. قول لي شويه، عاودنا شويه على المعاناه اللي كتلقى سيدي، لان حنا كنعرفوا بان الخدمه شي حاجه مهمه، ما كاينش انسان خاصو يخدم باش انه يصرف على وليداتو وعلى هذا. حتى الانسان ملي كيبقاش خدام حتى نفسيا ما كيبقاش مرتاح. ايوا اش غادي نديروا، داكشي امر الله. دابا حنا بغينا نطلبوا الناس توسطوا لنا السيكوريتي، قال لك اودا فايت 60 عام ما دخلوش. قالك ما تدخلوش، فهمتي؟ السيده طلبناها مشات وقفات معنا، قالك عنده 60 عام ما قبلوش ليها، قال لها فايت 60 عام ما قبلوش. واخا شنو رساله تبغي توجه للمحسنين القلوب الرحمه؟ المحسنين القلوب الرحمه تعاونوا معنا، لا في السكن، ولا في الكرا كيتسال، ولا في الدواء، ولا في العمل، لقاو لنا شي عمل تخشوا فيه ندخلوا ليه، نطلبوا من الله. رقم التليفون ديالك باش الناس تقيدوا؟ 06 70 86 72. واخا عاودوا. 23. عاودوا. 06 70 86 72 23. كنتمنى من المحسنين القلوب الرحيمه انكم تعاونوا هذا السيد، كيف ما قلت بان الخدمه شي حاجه مهمه، قلاله الصحه حتى البلاصه اللي كيمشي يبغي يخدم فيها للاسف ما كيقبلوش اكثر من 60 عام، يعني كيقولوا لي صافي. فكنتمنى من المحسنين القلوب الرحيمه انهم يتعاونوا مع الرقم ديالو، راه قالوا باش الناس اللي بغات تواصل معاه. هو اب ديال بعدا، عنده طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عنده حتى شي حد، عنده واحد البيت هو ساكن فيه هو وليداتو، فهو كيتمنى غير شي حاجه، غير شي رزيق باش انه يعاون راسو، يعاون الوليد ديالو والزوجه ديالو. فكنتمنى ما تبخلوش عليه بالدعاء، وما تبخلوش عليه بشي حاجه، باش ما قسم الله الرقم ديالو كيف ما قلت انا حطيته في التعليقات، وكذلك راه السيد قالوا لي بغى يتواصل معاه. وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.